از محترم قاری صاحب محمد رسول تقاضا می نماییم که مراسم امروزی ما را با تلاوت چندی از آیات کلام ربانی رسما آغاز نمایند. محترم قاری محمد رسول سید. ذو خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله بارك الله فيكم.